زيارة مفاجئة لرئيسة لجنة الطاقة في مجلس محافظة ديالى لإحدى محطات بيع الوقود في جلولاء، رصدت بالصوت والصورة صهاريج متوسطة الحمولة معدة لتهريب المشتقات النفطية خارج المحافظة. بعد شلون انت تجيب من السيطرات هنا؟ السيطرات ممنوع اساسا يومين ثلاثة بشغل ماغرب ممنوع، يجيب كتاب ما يجيب كتاب سيد مين اقول؟ لا قبل شلون اللي عجبته؟ يا قبل كان لاكو كتاب يا اخي زي مسوي كتاب شلون كله ما قاعد وانت تقول ما في غاز متسائلة عن دور السيطرات الامنية واغفالها مرور تلك الحمولات. هناك عمليات لتهريب المشتقات النفطية ممنهجة من قبل عصابات ومافيات فساد تتحرك بغطاء من المتنفذين في ديالى، وأكيد المتضرر من عمليات تهريب المشتقات هو المواطن من خلال موقعنا كجهة رقابية في مجلس محافظة ديالى، وخلال رصدنا لهذه الحالات ميدانيا في ناحية جلولة تحديدا نطالب بفتح تحقيق للكشف عن هذه العصابات وإلقاء القبض على كل من يضر بمصلحة المواطن وكيفية عبور تلك الشاحنات المحملة بالوقود المهرب عبر عشرات السيطرات الأمنية. لكن عمليات دجلة نفت بأن تكون الحال بهذا الحجم بعد أن وضعت خطة محكمة وإجراءات صارمة على أصحاب الصهاريج النفطية للحد من عمليات التهريب وانحسارها في الوقت الحالي. عبور أي عجلة تحمل مشتقات نفط لا يتم عبورها إلا بموافقات رسمية تأتي من قيادة العمليات المشتركة ومن مركز العمليات الوطني، وتوزع على السيطرات رقم العجلة واسم السائق، واللي موجود الرقم واسم السائق تعبر، اللي ما موجود رقم العجلة واسم السائق ما تعبر أي عجلة. العجلات اللي تخرج خارج الطريق أكيد تقوم بعمليات تهريب و قواتنا الأمنية تلقي القبض عليها وتحيلها إلى مراكز الشرطة. فيما تعيش المحافظة أزمة بتجهيز منتجات النفطية وتضرر أغلب أصحاب المولدات الأهلية، فهم يعانون الأمرين من قلة مادة الغاز المخصص لهم من الدولة ولجوئهم للسوق السوداء كما حدثنا أبو طه. سنة على سنة قاموا قللوها، العام كانوا يعطونا 20 كيفي، السنة تفاجئنا حاسبيننا 15 كيفي، وهذول البحارة يسمونهم يشتغلون بالغاز، يعني من ايش يصير ازمه ويجي وقت الصيف يلزمونها علينا لازمه، يصعد السعر كيفه والغاز مين جاي يجيبه ما ادري، تروح المحطه يقول لك ما بيها، زين هذول اللي جاي يفترون التناكر مين جاي يجيبونه الله اعلم. ولم تفلح جهودنا باخذ رد الجهات المختصه في فرع ديالى للمنتوجات النفطيه وامتناع ادارته عن الادلاء باي تصريح اعلامي بحجه عدم موافقه مراجعه العليا في بغداد. أحمد الرسام، قناة الرشيد، ديالى.